السلام عليكم الأخوات، كدير لاباس عليكم؟ تنتمنى أنكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال. وقبل ما ندخل في الموضوع خوتي، ما تنسونيش من لايك، عافاكم الله يخلي لكم معزز عليكم وليداتكم ووالديكم. إذا ما عدو ديروا لايك، راه اللايك هو اللي تيرفع شوية الفيديو. الله يخلي لكم معزز عليكم، يعني بطبيعة الحال واللي أول مرة يشوف القناة ديالي يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بطبيعة الحال كيف ما قلت لكم، فضلا وليس أمرا. عفاكم أخوتي، ما تنسونيش من لايك، ما تنسونيش ما تنسونيش ما تنسونيش تنأنسيستي هذه المرة باش تديروا لي اللايك. ندخلوا في الموضوع ديالنا. الأخت عرفتوها، الأخت المريضة، والله إلا مريضة أنت قسما بالله، إلا مرة ما عرفش أنا باقي كيفاش أنت إنسانة مريضة، عرفتي تدخل في الدور ومصدقة راسها ومتيقة فعلا بأنه هي مسكينة. المهم غير حاجة واحدة اللي بغيت نقولي، وقربتي قربتي باقي لك شوي وتولي عندك الشخصية اللي عندك في تيك توك. عرفتي الشخصية واحدة خطرة دايرة خطرة لايك، والله العظيم هاد القضية كنت بغيت نديرها فيديو ما درتهاش، ندير عليها فيديو بغيت نحط هذاك الصوت اللي كان، وكانت جالسة هي مع شي مجموعة حدا اختها في اللايف، هي اختها دايرة ديك اللايف وهي جالسة ما تتبانش الكاميرا ولكن صوتها تيتسمع ورا السبان ورا السيدة عاملة لتحت. عرفتي على اسلوب باش تتهضر وتتجي في اليوتيوب اخوتي وداكشي وتتبقى تدفع داك تقربي قربتي تخرجي من روندك قربتي زعما راه شوي شوي غادي تشوفوا هذاك الوجه الاخر. المهم ما بداش نعرف تشوفوا داك الوجه الاخر، داك الوجه الغير الملائكي اللي تتصدر هنا في يوتيوب، باقي غادي تخرج ديك الحقيقه. غير هي تدخل في الدور ديال المسكينه المظلومه اللي تعدوا عليها الناس وما عرفتش داروا ليها وتستغلوها، والعالم كله داخله في داك الدور زعما مزيان. واش فهمتوني؟ وتتهز عينيها وشوفوا هي لغه الجسد وغتعرفوا بانه السيده راه تتلعب دور. بالنسبه لها هي تتلعب واحد الدور في مسلسل وغاديه فيه مزيان. غير بغيت نقول لك بعد واحد القضيه اللي بغيت نقول لك، المصندله بغيت نقول لك غير حاجه واحده، على خوتي انت وليتي تتسلفي ها، انت وليتي تتسلفي العيالات، وليتي تتسلفي العيالات. من جاك اخوتي باش تسلفي تضلي تبكي وتشكي وتطلعي وتهبطي، وليتي عايشه في الخليج في دبي وتتخلصي الكرة وتلاجتك عمرة، انسيستي على تلاجتك عمرة، وليتي تسلفي العيالات من الفوق والمبالغ كما قلتي ومبلغ سلفتك ومبلغ. ومنين جاوك اخويتي؟ ومنين جاوك يا ومنين جاوك اخويتي؟ انت اللي تدعي بلعامة ولا اللي عنده الفلوس تنشر ديك النشرة في تيك توك ايوا تقولي لنا اخوتي اش تتبيعي واش تتشري وفاش خدامة واش مديبلوم عندك حتى ديري الفلوس وتولي تتسلفيهم كاع، انت تولي انت تتسلفي العيالات. ما شاء الله ما شاء الله، على خوتي اللي تيسلف شي حد تيدير هكاك، اللي تيسلف الناس تيدير هذيك الهضره عادي تيطلع له وتيقول لهم سلف. وبعد واحد القضيه اخرى قلتي ما مسالياش، كيفاش ما مسالياش؟ نو ده انا ما بقيتش مساليه، ما بقيتش علاش تديري علاش تديري؟ وبينا نعرفوا غير اش تديري تم حتى ما بقي صراحه الله. الا كنتي مشغوله قولي لنا اي مشغوله، ولكن قولي لنا فاش مشغوله، اشنا هي نوعيه الشغل اللي انتي مشغوله، نوعيه الشغل اللي انتي تشغلتي فيه حتى وليتي انسانه مشغوله ما عندهاش الوقت للمعاطيه. ولا ما تعطاتيش اختي انتي خدمتك كلها معاطيه، ولا ما تعطاتيش انتي شكون اللي تعاطى؟ الاستاذات المهندسات العاملات في المعامل الفلوزينات اللي تيصبحوا مساكن مع الربعة الصباح يمشيو يضربوا على الكرفي ويضربوا تم العيلة تيخدموا في الديور مساكن تيخدموا بكتافهم وتيخدموا بنيت وتيضربوا تمارة شكون اللي بيتعطي لو ما تعطيتيش انتيا؟ انتي راه هي المعاطية والمعاطية هي انتي، انتي راه عنوان للمعاطية. لو ما تعطيت وحدة بحالك ما عندهاش النيفو في حتى حاجة شكون اللي بغيت تعاطى؟ ولا انت حاسبه راسك نيت شنا ورنا اللي قالوا الناس بعدا؟ وناري يا اختي ما تتحشميش وما تتحشميش. ايوا السيده اللي نوضت دروكا تتكرفي ليها
تتكرفي ليها من التحت ومن الفوق. جي ردي ليا هي فلوسي وكليت انا وياك وشربت انا وياك. انا حبيبتي جاتك سهله انك تدخلك لواحد لدارو ويوكلك ويشربك، جاتك انتي سهله. والسيده راه تشوهات منين دخلاتك انتي، راه تشوهات قدام الناس، راه كلشي ناض دايلوم عليها، ما كانش لما داير فيديو عليها تيقول لها اش تدخلي لدارك، وهي فعلا كل مره طريت كل مره طريت كل مره تطريت. ولكن هاد المره الطريطه اللي طريتات معاك انت خايبه، وخصوصا دروكا من نضيت تقولي ليها دخلتيني لدارك ودخلتك لدار اين دارك اختي اللي دخلتك. جات مسكينه تتقلب عليك، جات بات تشوفك، ياك تشكيتي عليها قلتي لها ما عاد ضربني ودا ليا السوارت وما عطاش دار ليا، جايه تتجري باش تفكك، ما عقلتيش. نايضة تتقولي ليها دخلتيني وتتمني عليا وتدير ليا وعطيني فلوسي، ياك شتي الترابي الزينين وبنات الاصل، ياك اصلك بان ومعدنك بان يا اختي. ما تتحشميش واجي نقول لك اش دخلت لدارها. شتي هذيك السيده، شي داك فاش تنكونو جاز تنحلو باب الدار تيبان لنا شي طرو ليه مقابل معانا، تنسدو من اخرنا وتندوزو. هي ما سدتش من اخرها، هي جداتو قالت بالك ندخلو للدار، عرفتي دوك السطولات الحليين نتاع زمان نتاع الدروبه، وقالت بالك ندخلو للدار وندخلو نضربها ليه بشي غسله ونضفو لعل وعسى وندير فيه شريحه زوينه لعل وعسى يبان فيه الضو. هادشي اللي دارت هذيك السيده. ساعدك الطرو المدود المقيح الموسخ اللي عاطيه ريحته اللي ما يدخلو تحت لدارو، واخا ما عرفتاش تحت ما يمكن يدخلو لدارو. هادشي اللي غلطت ودارت هاد السيده هادي. ايوا راه هاي دروكا تتخلص الثمن، هاو ولا لي يسوى ولا ما يسوى يغسل فيها يديه، ودخلي شديت انت يا شدي على مخك وعودي دخلي الطروات الزبل نتاع عباد الله لديورك، الديور اللي ما بغاوهم عباد الله لدارك من ما ولا دخليه. وهذه نصيحه لكم كاملين، راه ماشي اللي لقات شي طرو مدوت دخلوا لدارها تحت اطار الخير. الخير مع هاد الانواع هادو مع هاد الاشكال هادو راه ما كاينش، ما تبقوش ديروا الخير مع هاد النوع هذا المجلوق، خصوصا دوك الطروات المجلوقين اللي لايحين هما اللي هما بغاوهم دوك الشياطين على حبابهم، ما تبقوش تدخلوهم. ايوا هادشي اللي وقع. والصلاه على النبي، دوك حشمتي ولا ما حشمتيش؟ السيده جلساتك في وسط وليداتها وعنات بيك وتعبات معاك، اويلي حتى داك النهار فاش جابت ليك الفرمليه ما عقلتيش. ناري 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 دغيا تنكرو الخير، سلفتك الفلوس ومنين جاك اخوتي داك الفلوس اللي تتسلفي؟ اي هي وما عنديش الوقت. دكتوره دكتوره بالسلامه، ما عنديش الوقت تتصنعي لينا. ويلي ما بقيتوش تتحشموني والله ما بقيتو. وقالت لي ها ما بغيتينيش نسافر باش طلعي بيا المشاهده، ياك الا انت بعدا تيطلعوا بك الناس المشاهده، انت راه الناس تيطلعوا لك المشاهده الا ما فراسك ها. انت راه الا ما دوي عليك حد ما يطلعوش لك الفيديوهات، انت راه الا ما هضر مع عليك شي حد راه كاع ما يطلع لك الفيديوهات، كاع ما يفوت لك 20000 وقناتك فيها 100 ما عاد شحال 100 وزايد تطلع بك الفيديوهات. انت هي ما عرفتش شكون انت، هي رضا ولد الشنويه اللي بتطلع بك الفيديوهات. سيري سيري حشمي على عراسك وعودي عرفي اش تتقولي، الله يمسخك. وبالنسبه للام محمد، هاد المره كوني غاديه في الطريق ولقيت في طارو ودخلي طارو طارو نتاع ليه مليح ما بغاه حتى حد، وسيري جيبي عاودي تاني ودخلي. هاد المره ماشي عادي ماشي عادي يقول لك ردي ليا فلوسي، هاد المره غيطيحوا عليك شي باطل غادي يطيحوا عليك. وقلتها لك ديك المره وهاني قلتها لك عاود تاني هاد المره تتهضري فيا. انت يا ما عرفت شكون حتى بيهضروا فيك الناس. انت راه بيني وبينك حاجه وحده، هي ديك الشوهه اللي دايره في ديك بلاد في بلادات الناس. السيده قالت لكم اش داك الشوهه درتو في داك النهار،
ضرة تقلبها على بلادها، ضرة تقلبها حيت نتوما مغربيات. صافي درتو الشوها وصل عنبي من الاخر، درتو انتي واختك درتو الشوها، وغادي تتصوروا مع الباكستانيين. صافي وقالت لك اش ديك الحلوه نتاع 2 دريال، عندها الحق. كنا شفنا دوك الكيسان نتاع ولاد الحرام، ودوك وديك الحلوه نتاع 10 دريال. ويلي هادشي اللي قالت لك السيده، ما قالت لكم حتى شي عيب، وقالت لك عزي نفسك انتي واختك. الخطبه ماشي هكاك تتكون، وهات يكون فيها وهات يكون فيها، واللي خطبها شي خليجي ما شاء الله فين تتوصل، وعرفت الناس هي حاضره الخطبات، وعارفه الناس اش تيجيبو. يعني قالت لك اش ديك الشهاد درتو، تتحشموا بالمغربيات، هي تتحشموا بالمغربيات، والله تتحشموا بهم انتوما. شو على صراحه الله، وشكرا لكم اخوتي.